جبت عليها جبت عليها جبت عليها صحيح؟ يلا ستيب تاع 13 و 14 اكتوبر سي كونكويت كان كاتبه فلانيه هنايا كان رئيسها وعلي وجدون كومباني سي احمد مطيني متيارد خير خير تبدا في النهار ولا الدوار تاع ولاد زيد في بلادنا راه قاعده ممشيه هذا مولاي التهامي دارها زوج خطرات النوبه الاولى نع وزاو الشفرويه على روحها قال لهم الخطره ما ننجحش قال سي عبد القادر اللجوه تاعه قال لها انني غادي نستشهد وتحكم الكتيبه قال لها سي عبد القادر انا قلت لك اه للصباح يكون فيها طلعت غادي نعسوا على واحد 20 تاع واحد القابيه حصل اه على السته عاود هما داروا لامبيسكات العساس قال لهم الماشين على السته 58 قال لهم الماشين راهم دخلوا والعسكر راهم رجال اه الوقت اللي هم هاودين هيا قال لهم كونوا على يقين اه واحد يقول له في جل عيسى كانوا كاتلين با في ذوك الايام كان طالع رامي سجيع قال لهم مولاي التهامي جي انت الطرفاني مدام قال مزينها فرجة فيطرق المرجة في ولاد العلجة راه قعدت ليهم مرسم عبد العالي يبكي ويهالي ويقول هاري جالي